طيران في جميع مناطق المملكة كعمل احترازي. أحد أبناء حائل يعني بالتحديد طلع ويا عائلته باتجاه الرياض، وهم سافرين ضرب عليهم كفر سيارته، سيارته جديدة. تعرفون دائما السيارات الجديدة خاصة الأمريكية الاستبنة تجي صغيرة، يعني الواحد ما يدو بتوصله مسافة بسيطة. وجد أول محطة لبق عندها، خلص البنشر، شيك على بنزيمة، وراح للصراف. الصراف مسكت البطاقة وراحت عليه البطاقة. رجع طبعا العائلة في السيارة، رجع لليماني. اليماني نبيه، استشعر في شيء، استشعر في موضوع. قال ايش فيه؟ قال والله قصتي كذا كذا، والبنزين يطلب مني وكذا، قال كلها عندي. ودقيقة لا تستعجل، وين رايح؟ قال رايح الرياض. قال والله انا فكرتك في القصيم، قريب القصيم من حاي. قال لا والله انا بالرياض. قال لحظة لا تستعجل، اللي عنده من فلوس وجمع من المحلات الثانية ومن البقالة، المهم انه دبر لها 2500 ريال. قال عمي هذه 2500 توديك، ما تعرف السيارة زي تبنشر شيء ما تدري. قال عطني رقم حسابك برد لك الفلوس الله يجمل حالك. قال لا لا، وانت راجع والله كتب لك ترجع علي مرة ثانية. قال انا قليل اسافر بر، عطني حسابك. قال اقول اذا رجعت عطنيها، ما رجعت الله بيعوضني فيها، راح توكل على الله. راح الرجال بدأ بفترة بسيطة اللي هو التنقل بالسيارات بين المدن، الا لظروف خاصة وتصريح معين. اغلب الناس في المحطات وكذا العماله ما عاد عندها شغل. انتقل هذا اليماني الى واحد من ربعه في حي من احياء الرياض، شوف الصدف، حي من احياء الرياض، رفيقه هذا شغال في بنشر وراح له في الرياض، وهو جالس عنده في الرياض يومين ثلاثة أربعة خمس ايام. احد ابناء هذا السعودي راح يقضي اغراض، تعرفون في الحجر المنزلي يطلع من العائلة واحد، طلع واحد من الأبناء الله يصلحه نبيه، وشاف الشخص هذا اليماني عند رفيقة حاط يده على يده، ما هو في جو الرياض ولا في جو زحمة الرياض، سرحان، ما هو في رحمة، سرحان. جاء وقرب منه قال يا عمي أنت في واحد يقرب لك على طريق حائل ولا شبيه لك ولا أنت؟ قال وش تبي؟ قال بس جاوبني. قال نعم أنا، لكن قفلت وجيت أنا هنا عند رفيقي ولا عاد أقدر ترجع. قال إيش فيك سلامات، إيش فيك مسرح، ما عجبني وضعك. قال السيول في اليمن من يومين أخذت بيتي. قال عيالك بخير؟ قالوا والله بخير. قال وش اللي راح البيت؟ قال إيه. قال بسيط، والولد يتصل على أبوه قال يا أبوي حل اليوم قضاء الدين، الرجال اللي قابلناه في المكان الفلاني تراه موجود وقصته كذا كذا كذا. قال بس لا يروح، ألزمه لا يروح، ويزهب له 250,000 ريال. شوف ال 2500 رجعت 250,000 ريال. شوف كرم هذا الرجل من العدم اليماني، وكرم هذا الرجل من الوجود. ما خلاها 2005 ولا 3 ولا 20 ولا 25. قال هذا حق بيتك، وإذا ما كفى علمني وأم ضيفي، انسى الموضوع وانسى رفيقك وانسى. فمثل هذه القصص يا أخواني عندما نتناقلها بين الأشقاء وبين العرب، ترى هذه نزرع ثقافة الكرم العربي الأصيل الغير مصطنع في أبنائنا وفي أجيالنا. خلونا نخرج عن تفاهات السوشيال ميديا، خلونا نخرج عن استهبالات السوشيال ميديا اللي يدعمونها بعض المسؤولين مع الأسف، اللي يستضيفونهم يودونهم يجيبونهم. هذه الأشياء يجب علينا أن نسطرها، ملحمة، ثانيا أخوة، ثالثا فزعة. الواحد في أوروبا لو تموت عانوا فيك، وهزوا رؤوسهم ومشوا. في أوروبا ما عندك ورق تموت، ما حد يعطيك شيء، ما في شيء اسمه أبشر، تكفى على خشمي، فزعة، أبشر يا رجال، وصل في وجهك. أنا في هذه الحلقة بالذات